تخلق بحياة بعنوان حياة غيكون هو البطل بأهدافها، حياة غيكون هو البطل للقصة ديالها. القصة طويلة خيوطها متشابكة ما بين فرح وحزن، طموح وإحباط، نجاح وفشل، انتصار وهزيمة. كل قصة عندها بداية ونهاية، وما بينتهم حنا كاملين كنجري وراء غاية واحدة موحدة هي السعادة. الكلمة واحدة وكل واحد منا وكيفاش كيشوفها. إذا كان هيكون عندها ثمن يقدر مال الدنيا كامل ما يقدرش يشريها، وإذا خاص يكون عندها تفسير يقدر قواميس العالم كاملين ما يقدروش يعرفوها. علاش؟ حيت كل واحد منا وكيفاش كيشوفها، وكل واحد منا وكيفاش كيحسها. في هاد الفيديو سولت الناس على شنو يحقق ليهم السعادة في هاد اللحظة بالضبط. اشنو هي الحاجة اللي غادي تفرحك الا كانت عندك؟ بيكالا. ما سمعتكش؟ بيكالا. تكون عندك بيكالا. عيش هاد 2021 كنت نتمناو حنايا، وما كاين لا زعما لا مرض لا والو، وبغينا ان شاء الله نكونوا مرتاحين. تنتمناو ان شاء الله رضات الوالدين هادشي اللي بينا حنايا، ووالدينا يطول لهم في العمر الله سبحانه وتعالى، وصافي ونجحنا القرايه ديالنا، وحنا هادشي اللي كنطلبوا منه. لا فرحنا في الدنيا، لا هي الصلاه اللي صلاها الانسان وفاز بها، هي ديك المعيشه راه خاطر بها الله تعالى. هو هادشي اللي في الدنيا، الدنيا ماش فاش بها، الدنيا ما كان اللي فرح فيها ما عاد اللي درتي شي عمل مع الله تعالى، هو اللي كاين بنيتي. لا شي حاجه اللي تفرح في الدنيا راه ما كانت، الدنيا راه فايته، راه هي طريق ما فيها لا هادي ولا هادي. منين جبتي هاد القناعه؟ فرحونا الوليدات الله يفرحهم، هما اللي قاتل فرح الدنيا، هو اللي دار فيه شي عمل وولد فيه شي وليدات وشي عمل صالح، هو اللي كاين بنتي ولا شي حاجه اللي تفرح. وسيدي انت منين جبتي هاد القناعه؟ منين جبتي هاد القناعه؟ ايوا القناعه دخلنا على الله من قلبنا. لا اله الا الله. من قلبنا وقال الحمد لله. المعيشة حملنا بها الله تعالى، اللي جاب الله يا قليل يا كثير يا فرحانين، باش ما عطى الله عايشين بخير وعلى خير. هذا المرض تا هو اللي قال قال الله يحيدوا علينا، يحيد على الموت فرحهم جميعا. هي يكونوا هاد الجيه بخير وصحتهم على خير والتنايم. أكثر حاجة تقدر تحقق لي السعادة هي أنني نسافر لبلايص جداد بحال هاد البلاصة اللي قدامي دابا. الله يشافيني ويعافيني وصحيحتي ويحفظ لي وليداتي ويسترهم الله من عنده بركه وتعالى، ونطلب سيدا ربي الصلاه والدين تيشد الله مول الامانه امانته، وتنصلب سيدا ربي الله يعفونا على سيدنا الله يشافيه ويعافيه، والله يخلي لنا مولاي الحسن، والله يخلي لنا لاله خديجه لاله اسماء ولادتهم جميعين كلهم. مولاي الحسن الله يرحمه، الله يخلي ليه وليده سيدي محمد. وحنا انا الله يعطيني صحيحتي مع الله سبحانه وتعالى، وشر رزيق باش نكون تعاون الله مع وليداتي الله يسترهم ليا. يجب المعتر في قسم